السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين تاعي سعيده كويزين. اليوم ان شاء الله نديروا مع بعض دي مادلين وشوكولا. راح نحتاجو كمقادير 60 غرام زبده او مارغرين، معها 50 غرام شوكولا. هادو راح نذوبهم مع بعض. راح نحتاج مغرف كاكاو، 60 غرام فرينه، 75 غرام سكر، نحتاج بيضه كامله وبياض بيضه، وراح نحتاج شوكولا للغراساج كما نحتاج ليمون. هذو اول حاجه نسخن الفرن تاعي على درجه حراره 210 درجه ونبدا في لي مادلين تاعي. ندي شوكولا نذوبها مع الزبده ونكمل. ندير كميه الفرينه، نزيد لها السكر والكاكاو. نخلط المقادير الناشفين مع بعض، نرجع للبيض، ندير رشة ملح، ودوك واش ندير؟ نخلط الثلاث مقادير مع بعضهم. نخلط المقادير مليح مع بعضهم كيما تشوفوا، ومن بعد واش ندير؟ نعمر المول تاعي. ندي لي مادلين تاعي نحطهم في الفور لمده 12 دقيقه ونرجع لكم. حطيت لي مادلين تاعي في الفور، دوك نجيب الكميه تاع الشوكولا اللي حنقلاصي بها الكاطو تاعي 100 غرام، نحطها في الميكرووند تذوب ومن نزيد لها زوج مغارف زيت. بعد 12 دقيقه نحيت لي مادلين تاعي كانوا طابوا كما راكم تشوفوا دركا، نديمو ليهم ونحطهم هكا، نخليهم يبردوا ومن بعد نقراصيهم. ذوبت الكميه تاع الشوكولا كيما قلت لكم، راح نزيد لها شويه حليب مش بزاف، نخلط مليح ومن بعد نزيد لها مغرف ولا زوج زيت. بعد اللي زدت لها الكميه الحليب كيما تشوفوا تزيدوا لها حتى تحصلوا على القوام اللي تبغيوه، وزدت لها زوج مغارف زيت. دركا نبدا نغسل لي مادلين تاعي.
المقادير اللي عطتكم اليوم يعطيكم 13 حبه. نكمل على الكميه كامل. كما تقدروا تزينوا الوجه هذا بلا فيرميسيل او شوكولا ولا بشوكولا بيضاء ولا تخليوها كيما راه كيما بغيتوا. نزين لي مادلين تاعي بخطوط من الشوكولا. فوالا هاهم لكم لي مادلين تاعي، دي مادلين او شوكولا. ان شاء الله تكون لا غوسيت عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش جيم واشتراك للقناه، وما تنساوش تضغطوا على الجرس. تاكلوهم بالصحه والهنا.